تكونوا بخير وتكون كل اموركم طيبه. ان شاء الله النهارده هناخد المحاضره رقم 7 في ماده الستيت بادجت، ستيت بادجت ليكشر نمبر 7. واحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم في جزء يعتبر بيصنف في ماده الستيت بادجت على انه جزء يعتبر بينتمي لجزء البراكتيكال بارت اللي هو الجزء العملي. ليه؟ لانه بيميل شويه الجزء دوت ان هو يبقى فيه رسومات بيانيه، فاحنا عشان كده بنعتبره براكتيكال. احنا هنتكلم النهارده عن شابتر 3 اللي هو البابليك لونز، القروض العامه. هنتكلم على البابليك لونز، القروض العامه تحديدا. احنا المحاضره دي هنقسمها لكذا فيديو، كذا جزء، عشان حتى نوع من انواع ان اطاله الفيديو شويه بيبقى فيه نوع من انواع الملل، فتقدر تقسم افكارك في المحاضره لاكثر من جزء يبقى الموضوع اسهل ليك. احنا في الجزء دوت هنتكلم تحديدا عن وجهتين نظر اساسيتين في القروض العامه. هنتكلم عن الفرق وجهة نظر ما بين ما يطلق عليه الكلاسيكال ثيوري اللي هو وجهة النظر الكلاسيكية، الكلاسيكال ثيوري اوف بابليك لونز. يا ترى الكلاسيكال ثيوري اوف بابليك لونز كانوا شايفين وجهة نظرهم للقروض العامة للبابليك لونز شكلها ايه؟ وهنقارنها بالكينزيان ثيوري، الكينزيان ثيوري اللي هي وجهة نظر النظرية الكينزية اللي حطها اقتصادي شهير جدا اسمه جون ماينورد كينز. يا ترى what according to Keynesian theory ايه وجهة نظر الكينزيين او النظرية الكينزية في البابليك لونز، وايه وجهة نظر الكلاسيكال ثيوري في البابليك لونز. احنا هنعرف في السلايد الجاية ان الكلاسيكال ثيوري وفقا ليهم شايفين ان الحكومة according to the classical theory should take public loans only just to finance government expenditure in some exception cases. ان الحكومة لو هتقترض تقترض فقط in some exception cases. يعني in some exception cases يعني في اضيق الحدود للضرورة القصوى. هم ود الكلاسيك النظرية الكلاسيكية ان هم اصلا مش عايزين الحكومة تقترض، ولو اقترضت يا حكومة يكون اقتراضك ايه in some exception cases and also only just to finance public expenditure in some exception cases. يا حكومة ما تقترضيش إلا عشان حاجة واحدة بس، إيه هي؟ to finance government expenditure. to finance government expenditure، إنك يا حكومة ما تقترضيش إلا عشان تمولي الإيه؟ النفقات العامة. وإمتى؟ in some exception cases، في أضيق الحدود الممكنة، تمام؟ فالكلاسيك كانوا مش عايزين الحكومة أصلا تقترض، ولو اقترضت ليه؟ عشان بس فكرة to finance الايه ال government expenditure. هنعرف ان الكينزيان ثيوري لا، وجهة نظرهم ان الحكومة مش بس تقترض عشان تعمل financing لل public expenditure لل government expenditure، لا ده كمان عشان تحقق أهداف تانية. في أهداف تانية زي مثلا نقول السوشيال ايكويتي. ان الحكومة ايه المشكلة ان الحكومة تقترض عشان تعمل عدالة اجتماعية social equity؟ ايه المشكلة ان الحكومة تقترض عشان تعمل economic growth نمو اقتصادي؟ ايه المشكلة ان الحكومة تقترض عشان تعمل ما يطلق عليه ال economic stability الاستقرار الاقتصادي، وكمان تقترض عشان زي الكلاسيك ما يقولوا to finance government expenditure؟ يبقى الحكومة عندك كنزيين في النظرية الكنزية بتقترض لعدة اهداف لأسباب متنوعة، أسباب كتيرة، لكن عند الكلاسيك تقترض ليه؟ مش عشان تعمل تنمية اقتصادية، لا، ولا عشان تعمل economic stability استقرار اقتصادي، ومش عشان تعمل social equity، أمال إيه؟ only just to finance government expenditure and also in some exception cases. تقترض بس عشان تمول financing فقط، وظيفتها القروض عند الكلاسيك تمويل فقط وفي اضيق الحدود، تمام؟ طب ليه بقى الكلاسيك شايفين ان الحكومه تقترض عشان تمول نفقاتها وفي اضيق الحدود ليه؟ لان شايف الكلاسيك كانوا الاصل بالنسبه لهم زي ما هنعرف في السلايد اللي جايه ان شاء الله، الكلاسيك كانوا شايفين ان الحكومه الاصل يا حكومه انك القروض تكون متاحه فقط لمين؟ للقطاع الخاص، للبرايفت سيكتور. فلما تكون القروض فقط متاحه للقطاع الخاص للبرايفت سيكتور هيكون الانترست ريت هيكون ماله؟ الانترست ريت هيكون سعر الفايده ماله؟ منخفض. لكن انت يا حكومه لما تقترضي وتزحمي القطاع الخاص في الحصول على القروض ده هيعمل ايه؟ هيرفع سعر الفايده، فالانترست ريت ماله؟ هيزيد.
فلما سعر الفايدة يزيد ده بيزود الكوست على البرايفت سيكتور، هيزود التكلفة على القطاع الخاص، ده يطلق عليه حاجة اسمها أثر المزاحمة. يا حكومة لما تقترضي، بلاش يا حكومة تقترضي، لأنك لما تقترضي هتعمل حاجة اسمها كراودنج أوت إفكت. إيه الكراودنج أوت إفكت؟ إنه الجفرمنت البابليك لونز ويل انكريز ذا انترست ريت، هتزود سعر الفايدة، فده هيعمل مزاحمة للقطاع الخاص، هيضايق القطاع الخاص. تعال نشوف ده في السلايد اللي جاي. ادي يا شباب اهو، تعالى نشوف مع بعض. بنقول according to the public loans we must distinguish between حاجتين، الكلاسيكال ثيوري ده اللي هناخدوه اهو في السلايد اللي قدامنا، والسلايد اللي بعدها هنشوف وجهة النظر الثانيه اللي هي الكينزيان ثيوري. يا ترى ايه الفرق ما بين الكلاسيكال ثيوري فيما يتعلق بالبابليك لونز؟ شايفين ايه وجهة نظر النظريه الكلاسيكيه في البابليك لونز، وجهة نظر الكينزيان ثيوري في البابليك لونز؟ تعال نشوف الفرق ما بين الاثنين. الكلاسيكال ثيوري شايفين اوعك يا حكومه تقترضي الا عشان وظيفه واحده بس، ايه هي؟ تاخدي القروض العامه، تاخدي البابليك لونز ليه؟ جاست اونلي تو فاينانس جفرمنت اكسبندتشرز ان سام اكسبشن كيسز. اهو بصوا يا جماعه، اكوردنج تو كلاسيكال ثيوري البابليك لونز القروض العامه اكوردنج تو ذا كلاسيكال ثيوري مالها؟ جاست يعني اونلي، فقط تستخدمها يا حكومه ايه؟ ليه؟ تو فاينانس جفرمنت اكسبندتشر، عشان تمولي نفقاتك يا حكومه. وفين؟ مش في كل الحالات، يعني مش تاخد القروض عشان تقول لا اصل انا باخدها عشان امول نفقاتي، لا، يقول لك ان سام اكسبشن كيسز، يعني في الضروره القصوى، في حالات استثنائيه، في حالات طارئه. لكن لو ما فيش ظروف تطرق وظروف انت ظروف صعب عليكي وظروف عاديه، ما تقترضيش يا حكومة، اعتمدي على الوسائل التانية زي الضرائب والرسوم والكلام ده كله في تمويل نفقاتك العامة. يبقى according to classical theory البابليك لونز مالها وظيفتها ايه؟ just to finance government expenditure in some exception cases. طب جميل جدا. يبقى اذا الكلاسيك شايفين الحكومة تتوسع في الاقتراض؟ لا، تقترض في اضيق الحدود اهو. The government borrowing اقتراض الحكومة ماله؟ should be very limited، لازم يكون في محدود للغاية. يا حكومة ما تتوسعيش في الاقتراض، اوعك تعملي كده، اقترضي في اضيق الحدود، should be very limited. why؟ لانك يا حكومة when the government borrow اهو، because the government borrowing ماله؟ هيزاحم، هينافس، will affect negatively، هيأثر بالسلب on the investment in the private sector، هيأثر بالسلب على الاستثمار في القطاع الخاص، اللي يطلق عليه الكراودنج اوت افكت. اللي هو ايه ده؟ يعني ليه لما الحكومه تقترض ده هيأثر بالسلب افكت نيجاتيفلي اون ذا انفستمنت ذا برايفت سيكتور؟ وليه ده اسمه كراودنج اوت افكت؟ ليه اسمه اثر مزاحمه؟ لانه زي ما قلت لكم الاصل في اللونز، في القروض اللي بتقدمها البنوك، انها تكون متاحه فقط للبرايفت سيكتور، ان المفروض ان اللي يستلف بس هو البرايفت سيكتور. لكن لما الحكومه تدخل هي كمان تقترض زيها زي البرايفت سيكتور، ده هيعمل ايه؟ ده هيزود الطلب على القروض. كان الاول بيطلب القروض البرايفت سيكتور، دلوقتي بيطلب القروض كمان مين؟ البرايفت سيكتور والبابليك سيكتور اللي هو الحكومه. فلما الطلب على اي شيء يزيد زي القروض سعره يزيد، الشيء لما الطلب عليه يزيد سعرها يزيد. ايه سعر القروض اللي هو سعر الفايده؟ هل لما سعر الفايده يعلى الانترست ريت انكريز، هل ده هيفيد القطاع الخاص؟ طبعا لا. اتخيل نفسك انت رجل اعمال او سيدة اعمال، كنت الاول قبل ما الحكومة بتقترض بتاخد قرض بسعر فايدة حنين، دلوقتي لما الحكومة هتقترض هتنافسك فهترفع سعر الفايدة، الانترست ريت هيزيد، فانت كمان البنك يقول لك معلش انا هسلفك بنفس سعر الفايدة اللي الحكومة بتستلف بيه، فهتدفع سعر فايدة اعلى مقارنة عن ذي قبل ما الحكومه كانت تقترض وتنافسك في الاول في الماركت. فلما تدفع سعر فايده اعلى، واحد يقول لك طب وانا هاخد قرض بسعر فايده عالي عشان اعمل بيه استثمارات، طب ان شاء الله ما عملت استثمارات انا مش هاخد قروض. فطبعا ده هيكون تاثيره سلبي على البرايفت سيكتور اللي هو بيطلق عليه الكراودنج اوت افكت، اللي هو انه قيام الحكومه بالاقتراض بيرفع سعر الفايده، بينافس القطاع الخاص، فده يطلق عليه كراودنج اوت افكت. يبقى في شباب according to classical theory هل الحكومة تتوسع في الاقتراض؟ لا. ال public loans should be very limited. ال government borrowing should be very limited. ليه؟ لأنه government borrowing affect positively ولا negatively؟ negatively.
بيأثر بالسلب على مين؟ on the investment in the private sector، على الاستثمار في القطاع الخاص اللي يطلق عليه crowding out effect. واتفقنا الحكومة تقترن عن الكلاسيك ليه؟ هل عشان تعمل استقرار اقتصادي وعدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية وخلافه؟ لا، امال تقترض ليه؟ عشان حاجة واحدة فقط. ايه هي؟ only just to finance government expenditure and in some exception cases، وفي اضيق الحدود الممكنة في حالات استثنائية. تمام، تعال نشوف بقى وجهة نظر مختلفة تماما، اللي هي الكينزيان ثيوري اللي هو في السلايد الجاية، اللي بيقولوا لا، يا حكومة اقترضي مش بس عشان تعملي فاينانسنج للجفرمنت اكسبنديتشر، لا، بس كمان خدي قروض عشان تعملي بيها ايكونوميك جروث اللي هو النمو الاقتصادي. خدي قروض يا حكومة اعملي بيها مشروعات تنمية، واعملي بيها مشروعات شغالي الناس وخلي الاقتصاد بتاع البلد ينمو يزدهر. خدي يا حكومة قروض وفقا للكينزيان ثيوري، هنشوف كمان شوية، عشان تعملي ايكونوميك ستابيليتي، استقرار اقتصادي. لو الاقتصاد فيه تضخم انفليشن او فيه كساد في ريسيشن، يا حكومة خدي قروض عشان تحاربي بيها الكساد او تحاربي بيها التضخم، اللي هو عشان تعملي حاجة اسمها اللي هو ايكونوميك ستابيليتي. خدي يا حكومة قروض عشان تعملي سوشيال ايكويتي، عدالة اجتماعية. هنعرف ان اهداف القروض عند الفكر الكنزي، النظرية الكنزية، كتيرة ومتعددة ومتنوعة. تعال نشوف ده في سلايد الجاي. اهو النظرية التانية اللي هي ليها وجهة نظر مختلفة تماما عن وجهة نظر الكلاسيكية، هي الكنزيان ثيوري، النظرية الكنزية. اهو وفقا للكنزيان ثيوري، البابليك لونز، القروض العامة، نوت اونلي تو فاينانس جفرمنت اكسبندتشر، مش بس تاخديها حكومة عشان تعملي فاينانسنج للجفرمنت اكسبندتشر، تنمولي بيها نفقاتك يا حكومة زي ما كان الكلاسيك بيقولوا، لا، but also، ولكن ايضا to achieve many targets، لكن كمان خدي قروض يا حكومة مش بس عشان تعملي فاينانسنج للجفرمنت اكسبندتشر، لا، عشان تو اتشيف ايه؟ تو اتشيف ايكونوميك جروث، نمو اقتصادي. خدي قروض يا حكومة اعملي بقى مشروعات عشان تزود معدلات النمو الاقتصادي في الدولة. عشان تعملي سوشيال ايكويتي، خدي قروض يا حكومة واعملي بيها برامج اجتماعية، اصرفي بيها على الفقراء عشان تحسني اوضاعهم الاجتماعية. تو اتشيف ايكونوميك ستابيليتي، خدي يا حكومة قروض عشان وقت ما يبقى البلد فيها ريسيشن، ركود مثلا، اعملي ضخ الفلوس دي في الاقتصاد، فادي الناس فلوس اللي واخداها من القروض عشان تعمل انعاش للطلب على المنتجات، فتنشط الطلب، فتنقذ الاقتصاد من حالة الريسيشن، تحوله لحالة اقتصاد كأنه في ظروف اقتصادية جيدة. يبقى مين اللي شايف ان الحكومة تاخد القروض فقط تو فاينانس، عشان تعمل تمويل للجفرمنت اكسبندتشر؟ مين ده؟ ده الكلاسيكال ثيوري. لكن مين اللي شايف ان الحكومه تقترض مش بس تو فاينانس جفرمنت اكسبندتشر، بس تو اتشيف ايكونوميك ستابيليتي، تو اتشيف سوشيال ايكويتي، تو اتشيف ايكونوميك جروث؟ اللي بيقول ده مين؟ ده الكينزيان ثيوري. تمام، تعال نشوف اسئله على النظريتين دول في السلايد الجاي. تعال نشوف الاسئله دي ترو اور فولس، شويه اسئله، تعال نشوف مع بعض الاسئله دي. السؤال الاول بيقول لي، بيقول بابليك بوروينج، القروض العامه، كان بي يوزد، ممكن نستخدمها تو فايت بوست انفليشن اند ان امبلويمنت. على فكره ان احنا نستخدم القروض تو فايت انفليشن اند امبلويمنت، ده اللي هو يطلق عليه ايكونوميك ستابيليتي، اللي هو استقرار اقتصادي. ان الحكومه لما الحكومه تعمل محاربه للتضخم والبطاله، الان امبلويمنت، ده اسمه اللي هو تو اتشيف ايكونوميك ستابيليتي. مين اللي شايف ان الحكومه تاخد بابليك لونز تو اتشيف ايكونوميك ستابيليتي، تو فايت بوست انفليشن اند امبلويمنت؟ يقول لك this reflect the Keynesian point of view. صح، الجملة دي جملة صحيحة، لأن لسه قايلين في السلايد اللي فاتت إنه according to the Keynesian theory إنه ال public loans مش بس not only to finance government expenditure but also to achieve economic stability اللي هو fight inflation and unemployment، وقلنا كمان إيه؟ to achieve social equity، وقلنا كمان إيه؟ to achieve economic growth. جميل، فالجملة الأولى دي جملة صح مليون في المية، جملة صحيحة مليون في المية. الجملة الثانية رقم اثنين بيقول لك public loans، القروض العامة، were most preferred، كانت أكثر تفضيلا in classical suits. هل الكلاسيك يا جماعة كانوا بيفضلوا ال public loans؟ طبعا لا، ده احنا لسه شفنا من شوية في النظرية بتاعت الكلاسيكال سوتس ان هم ال public loans should be very limited. يبقى فين ال most preferred؟ هي most preferred فين؟ مش في الكلاسيكال، امال فين؟ في الكينزيان. ليه بقى؟ بيقول لك as it helped the government in reaching economic stability. برضه غلط،
اللي شايف ان الحكومه تاخد القروض وتشيف ايكونوميك ستابيليتي ما كانش الكلاسيكال، امال ده مين؟ ده كان الكينزيان. يبقى الجمله دي جمله غلط، اتنين دي غلط. امتى تبقى صح؟ لو شال كلمه الكلاسيكال سوتس وحط مكانها الكينزيان سوتس. تمام. طب رقم ثلاثه، الجمله الثالثه، as a result of taking a public loans، كنتيجه للحصول على القروض العامه، the government should repay interest، لازم تعيد دفع فوائد on loans، لازم تدفع فايدة على القروض، which are called public loan services، اللي يطلق عليها خدمة الديون العامة. كلمة public loan services خدمة الديون العامة. هل يا جماعة الانترست بتاعت اللونز هي دي ما يطلق عليها public loan services؟ غلط. بص يا شباب، ودي ما قلناهاش في الشرح اللي فات حضرتك، كلمة public loan services يقصد بيها حاجتين، يقصد بيها مين؟ يقصد بيها الانستولمنتس، انستولمنتس اللي هي مين؟ اللي هي الفوائد، اللي هي الاقساط بتاعت القرض. القروض يا جماعة بتتسدد على شكل انستولمنتس، على شكل اقساط، زائد الانترست. بالاضافه للانترست، الاثنين دول الانترست اللي هي الفوائد القروض لما تجمع عليها الانستولمنتس اللي هي اقساط القروض، الاثنين دول يطلق عليهم ايه؟ يطلق عليهم بابليك لون سيرفيسز، يطلق عليهم خدمه الدين العام. فبقول لك as a result of taking public loans the government should repay، لازم تعيد دفع interest of loans، فوائد على القروض، اللي هي called public loan services. غلط، لان public loan services مش بس الانترست، ده كمان ايه؟ plus installments. اوكي، يبقى رقم ثلاثة دي جملة غلط مليون في المية. رقم اربعة، according to the classical theory، وفقا للنظرية الكلاسيكية، public loans could achieve many targets. غلط، according to the classical theory مش عشان many targets، ده عشان هدف واحد فقط. امال مين اللي شايف ان public loans to achieve many targets؟ ما كانش الكلاسيكال، امال ده كان مين؟ الكنزيان. الكنزيان كان القروض العامه ليها اكتر من هدف، زي اول واحد تو فاينانس جفرمنت اكسبندتشر، رقم اثنين تو اتشيف ايكونوميك جروث، رقم ثلاثه تو اتشيف سوشيال ايكوتي، عداله اجتماعيه، رقم اربعه تو اتشيف ايكونوميك استابيليتي، استقرار اقتصادي. يبقى ده مش الكلاسيكال، ده الكنزيان. اوكي، رقم اربعه. رقم خمسه، جملة الخامسة بيقول لك according to the Keynesian theory، وفق النظرية الكنزية، public loans القروض العامة should be limited and issued for expansions only exceptions only، إن القروض العامة لازم تكون limited محدودة، و issued ويتم إصدارها for exceptions only، وفي حالات استثنائية. غلط طبعا، الجملة دي جملة غلط. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال إن هي القروض العامة public loans should be very limited و in some exception cases؟ ده ما كانش الكينزيان، امال ده كلام مين؟ ده الكلاسيكال. يبقى الجمله رقم خمسه دي جمله غلط. طبعا هتلاقي الاجابات موجوده تحت اهوت، الاجابات بتاعتنا تحت خالص. خلي بالك الجمله رقم ثلاثه غلط. ليه؟ لان كلمه البابليك لون سيرفز اللي هي فوائد خدمه الدين العام، اللي هي البردن اوف لونز اللي هو العبء بتاع القرض، عباره عن الانستولمنتس الاقساط بلس زائد مين؟ الانترست. الاثنين دول مع بعض يطلق عليهم public loan services. تمام.